معاد موجز التاسعة مع الزملاء في استوديو الأخبار حسان بشير ومترجم لغة الإشارة علاء الدين السيد. صباح الخير. صباح الخير سارة. صباح الخير محمود. أهلا بكم تمام التاسعة في القاهرة موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر. جاء هذا خلال استقباله كريستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري الألمانية لمتابعة التعاون ما بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية. أكد المسؤول الألماني سعي الشركة للتعاون مع الحكومة المصرية نظرا للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية حاليا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعيات الدولية وقواعد القانون الدولي. وقد أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعم الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني مرحبا بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة أعمار غزة. في نفس الوقت واصل الوفد المصري لقاءاته في القطاع مع الفصائل الفلسطينية في إطار جهود مصر لتثبيت التهدئة. دعا مجلس الأمن الدولي لاحترام تام لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وحركة حماس، وفي أول بيان يحظى بموافقة من جميع أعضائه منذ اندلاع إطلاق النار في 10 مايو، أعرب مجلس الأمن أيضا عن القلق حيال التوترات والعنف في القدس الشرقية وخاصة في محيط المواقع المقدسة. كما أشاد مجلس الأمن الدولي بالدور المهم الذي لعبته مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد وجه مندوب فلسطين بمجلس الأمن الشكر للرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة. وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك حماة النيل الذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين. يهدف التدريب إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشترك وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة للبلدين الذي يأتي استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة نسور النيل 1 ونسور النيل 2. من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب هيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة مشيدا بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة، كما أعلنت خروج 980 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 186223 حالة حتى اليوم. عالميا أصيب أكثر من 167 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد، في حين تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس حاجز 3 ملايين. في غضون هذا سجلت الهند اليوم أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و3700 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 299 ألف وفاة. وتتقدم الهند العالم حاليا في متوسط عدد الوفيات اليوم، إذا تسجل بمفردها ثلث عدد الوفيات اليومية على مستوى العالم. في الصين لقي نحو 21 شخصا ما صرعهم، ولا يزال آخرون في عدد المفقودين جراء موجة طقس شديدة البرودة اجتاحت سباقا للركض بشمال غرب البلاد. وقد انطلق السباق الذي شارك فيه 172 شخصا أمس من موقع سياحي على النهر الأسفل الثاني أطول الأنهار في الصين. ضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة، وقال مسؤولون بمدينة باين إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار الماراثون الذي امتد إلى مسافة 100 كيلومتر انخفضت فيها درجات الحرارة على نحو حاد.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني انتهاء اتفاق المراقبة النووية الذي استمر لثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من أمس، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رئيس الوكالة رافائيل جراسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. توقف تدفق الحمم البركانية من بركان يارغانغو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن ألسنة اللهب والأبخير القوية لا تزال تنبعث من مقدمة الحمم الصخرية السوداء غير المستقرة. كان بركان جبل يارغانغو بمدينة غوما قد ثار أمس وانقطعت الكهرباء في معظم أنحاء المدينة، ما أجبر السكان على الفرار من منازلهم. يذكر أن آخر مرة ثار فيها بركان يارغانغو كان في عام 2002، ما أسفر عن مقتل 250 شخصا وتشريد 120 ألفا آخرين. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.